بنعمة ربنا هنتأمل شوية في القرايات بتاعت النهاردة. الفكرة السايدة في القرايات ابتداء من إنجيل عشية امبارح لغاية الإنجيل القداس اللي احنا قريناه مرورا بالسنكسار وبقية القرايات هي فكرة السهر والاستعداد. ولأن كنيستنا هي كنيسة مصلية فتلاقوا دايما لو عندها فكرة وعايزة تثبتها في بال ولادها تثبتها بالصلاة. يعني إيه؟ الفكرة دي لأنها ثابتة في فكر الكنيسة فتحط لها صلاة من صلوات الكنيسة. في صلاة نص الليل في إنجيل اللي هو أوله لا تخف أيها القطيع الصغير، إنجيل الخدمة الثالثة، هو نفس الإنجيل اللي اتقرأ علينا امبارح في العشية أو جزء منه. يقول كده في الإنجيل ده: لو علم رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولا يدع بيته ينقب، فكونوا أنتم أيضا مستعدين. حوالين فكرة السهر والاستعداد هتدور أفكارنا النهاردة. الحقيقة من المنظور بتاع السهر والاستعداد نقرأ النهاردة واحد من الأمثال للسيد المسيح قالها، وهو مثل وكيل الظلم. فأول حاجة لازم نعرفها أنه الساهر والمستعد هو وكيل، هو وكيل على اللي ربنا ادهوله. عشان كده ربنا يقول إيه؟ يقول في إنجيل الباكر، يقول إنه كأنما رجل مسافر وأعطى عبيده السلطان وأعطى كل واحد عمل، وهيجي بعد كده يسألهم على عمل كل واحد، وقال كده وأوصى البواب أن يسهر. في مثل وكيل الظلم ربنا اختار إن هو يمدح وكيل الظلم على حكمته وشطارته ومعرفته إزاي يتصرف وقت قليل عشان يقدر ينجي نفسه. بس المسيح برضو حط تساؤل كبير قوي وقال إيه؟ من هو الوكيل الحكيم جميل الذي يقيم سيده على عبيده؟ والآن وكيل فهو زي ما قلنا هو لا يملك، هو بس أمين على المال. فكل واحد فينا يفكر هو أمين على إيه؟ إنه ربنا اداله وكالة على إيه؟ ربنا اداني وكالة على جسدي، على مواهبي، على كل حاجة موجودة في حياتي. يا ترى يا رب أنا اتصرفت في وكالتك دي إزاي؟ لأنك في يوم من الأيام هتيجي تسألني عنها. عشان كده النهاردة في قراية البولس، بولس الرسول يقول لنا كده إيه؟ أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. أجمل وكالة ربنا ادهنا هو إن ادانا إن إحنا نكون وكلة على هيكل ربنا، وهيكل ربنا ده اللي هو إحنا. خليني أسأل نفسي: يا رب يا ترى أنا أمين على هيكلك؟ يا ترى هيكلك ده يا رب بيحصل فيه إيه؟ يا ترى يا رب جسمي ده أنا بعمل فيه إيه؟ ووقتي ومالي وصحتي أنا بعمل فيهم إيه؟ زي المسيح قال لنا قبل كده في الأمثال بتاعة الوزنات وفي أمثال الأمناء إن هو بيدي كل واحد فينا على حسب قدر طاقته، يقول كده وأعطى كل واحد فيهم على قدر طاقته. خلونا نفكر دايما إنه كل واحد فينا هو وكيل من وكلاء الله، وكلاء على كل موهبة ونعمة. ويا ترى يا رب أنا بعمل إيه في جسدي ده؟ إيه اللي بخليني أسمعه؟ إيه اللي بخليني أشوفه؟ تقلي لو كل واحد فكر فينا في الفكرة دي هيخلي باله كويس قوي إنه ربنا هيجي في يوم من الأيام ويسأله على وكالته دي. تاني حاجة في السهر والاستعداد إنه مرتبط بوقت. لما جه ربنا يقول للوكيل ده يقول له خلي بالك أنا عرفت اللي أنت بتعمله، فالوكيل ده بسرعة فكر إنه قدامه وقته صغير جدا، فكان حكيم جدا في الوقت، عرف يستثمر وقته بسرعة. أكيد أكيد كل واحد فينا بيفكر في المستقبل ويمكن يكون خايف منه. الوكيل ده بسرعة فكر في مستقبله ويقول الكتاب عنه كده، يقول إنه فكر في نفسه ماذا أفعل؟ سيدي يأخذ مني الوكالة. فقال في نفسه سيدي يأخذ مني الوكالة، لست أستطيع أن أنقب، يعني مش أقدر أشتغل، هو راجل خلاص بقى متعود يعني على الراحة، فيقول لست أستطيع أن أنقب وأستحي أن أسأل صدقة، مش أقدر أشحد. فعرفت ماذا أفعل حتى إذا عزلت من الوكالة يقبلونني. هو فكر في المستقبل بتاعه. يا ترى كل واحد فينا بيفكر في مستقبله الأبدي؟ يا ترى يا رب أنا بفكر بنعمة الوقت اللي أنت اديتهاني وعطيت الوقت اللي أنت اديتهاني دي أستخدمها إزاي؟ الغريب أنه مع تقدم التكنولوجيا بقى عندنا بمنتهى السهولة إزاي نوفر وقت، ابتداء من الريموت اللي بستخدمه في بيتي لغاية النهاردة حاجة
غزت العالم اسمها الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي ده بقى فيه إمكانية أني مجرد بس أديله فكرة وهو يقدر يعمل لي كل حاجة فيها. فالمفروض أنه هو وفر لي وقت كبير جدا. والعجيب أن هذه العطية المجانية هي أسهل عطية بقيت أضيعها من إيدي. تعالوا نسأل كل واحد فينا كده نفسه، وأنا أولكم، يا ترى أنا بعمل إيه بوقتي؟ يا ترى وقتي يا رب بيروح إزاي وفين؟ النهاردة بقى فيه حرامي في جيب كل واحد فينا بيسرق وقته. اسمحوا لي أقول لكم وأنا أولكم، هل حد فينا فكر هو ماسك النهاردة وقاعد على الموبايل قد إيه وقت هو بيقضيه؟ قد إيه وقت بيتسرق منه؟ قد إيه قلت مثلاً هقعد آخر 5 ولا 10 دقايق على السرير أبص كده على السوشيال ميديا قبل ما نام، وبعدين أفوجئ إن الوقت راح مني وإن الخمس عشر دقايق دول وصلوا نص ساعة ولا ساعة إلا ربع؟ قد إيه وقت بيتسرق مني؟ السيد مدح وكيل الظلم لأنه بحكمة صنع، وعلق كده السيد المسيح وقال إيه؟ قال إن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور، قال هما شاطرين عارفين يستغلوا وقتهم إزاي. يا رب يسوع المسيح اديني إني أعرف إنه الوقت اللي أنا عايشه هنا هو زمانا يسيرا. بطرس الرسول قال النهاردة في الكاثوليكون كده، قال إنه زمانا يسيرا. لكن في نفس الوقت وانت بتفكر في المستقبل وانت بتفكر في الوقت، قال لك كده ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. بولس الرسول قال كمان في رسالته النهاردة لأهل كورنثوس، قال كل واحد هياخد أجرته بحسب تعبه. افتكر إنك وكيل وافتكر إنك هتاخد أجرتك بس بحسب تعبك. أخيرا الإنسان الساهر والمستعد ده عارف إن خلاصه مرتبط بغيره، ما هو الشخص أناني وبيفكر في نفسه بس، وعشان كده الوكيل ده فكر في غيره، فكر هيسيب للناس قد إيه، فقد إيه سيده هيسيب له. مسك كل واحد فيهم ويقول الكتاب كده، قال له خد ثقك واكتب عاجلا، اكتب بسرعة، لو أنت عليك 100 خليهم 80، ولو عليك 100 خليهم 50. فضل يعمل خصومات كده ما تحصلش، بس لأنه هو عارف أن الوقت قليل ولأنه عارف أنه لازم يسيب. يا ترى يا رب أنا سبت لأخويا قد إيه؟ يا ترى يا رب أنا بفكر في أخويا قد إيه؟ ياريت نعرف وأنا أقولكم أن خلاصي مرتبط بمحبة أخويا، وأن خلاصي مرتبط بقد إيه هسيب لأخويا. النهاردة في الإبراكسيس والسنكسار كان في بلد من البلاد اللي زارهم بولس الرسول اسمها كورنثوس. كورنثوس دي حصل فيها مشكلة كبيرة قوي، الناس ابتدت تحزب، واحد يقول أنا لبولس وأنا لأبولس. النهاردة في أعمال الرسل يقرأنا ويقول لنا حكاية أبولس ده. أبولس ده كان راجل إنسان عارف في الكتاب المقدس كويس قوي، لكنه ما كانش عارف طريق ربنا بأكثر تدقيق، ما كانش عارف إن في حاجة اسمها معمودية وفي روح قدس. فمسكوه 2 من الخدام بتوع كورنثوس، بريسكيلا وأكيلا، وشرحوا له طريق ربنا أكتر، فعرفوه السكة، لدرجة إن أبولس ده بعد كده بولس الرسول يقول عنه النهاردة في الرسالة، يقول أنا غرست وأبولس سقى. ربنا استخدم أبولس ده بعد كده حتى لو ما كانش عارف السكة في الأول كويس، واستخدمه بسبب 2 خدموه، بريسكيلا وأكيلا. السنكسار بتاع النهاردة يحكي لنا على 2 قديسين، واحد اسمه قديس يعقوب وقديس تاني اسمه قديس الأنبا هيدرا، ده غير الأنبا هيدرا الأسواني. والقديس الأنبا هيدرا ده يقول لنا كده في السنكسار أنه عمل معجزات كتير، بس السنكسار ذكر لنا معجزة واحدة بس، والمعجزة دي ما كانتش أنه شفى مرضى أو قوم موتى. يقول لنا أنه وهو مترهب في دير أو في الجبل اللي اسمه جبل الأساس في نقادة، يسمع عن راهب ناسك جنبه اسمه يهوذا، ويسمع عن الراهب الناسك ده أنه كان إنسان بسيط جدا، كان عارف طريق ربنا، بس مشكلته الوحيدة أنه ما كانش مؤمن بالقيامة. يهوذا ده ما كانش مؤمن بالقيامة، الراهب اللي ساكن جنب الأنبا هيدرا ده ما كانش مؤمن بالقيامة. ويقول كده السنكسار بطريقة جميلة، يقول ولأن الله محب البشر لم يرد أن يهلك هذا الإنسان، فيظهر له في حلمه ويقول له روح للأنبا هيدرا وهو يشرح لك الطريق أكتر. فيروح للأنبا هيدرا ويشرح له الطريق أكتر، ويقول كده عنه السنكسار أنه أنار قلبه وفهمه طريق ربنا أكتر. يا ترى أنا بفكر في أخويا، بفكر يا رب أنا هسيب له قد إيه، بس فكر أنا هسامح قد إيه. افتكروا أنه هذا الوكيل الحكيم فكر في الناس التانية، عشان كده ربنا مدحه لأنه بحكمة صنع. خلينا ناخد الثلاث أفكار دول ونفكر فيهم. يا رب أنا وكيل وانت اديتني سلطان وهتسألني على الوكالة دي، يا ترى رب أنا بعمل إيه
بكل حاجة اديتهاني بمالي وبجسمي وبمواهبي. يا رب اديني اني ادرك فكرة الوقت وملكة الوقت ونعمة الوقت اللي انت بتدهاني كل يوم مجانا. يا ترى انا بعمل ايه بوقتي وايه بيسرق مني وقتي. واخيرا يا رب اديني من فضلك اني افكر في اخويا واشوف هسيب له قد ايه، لانك انت هتفرح لما تشوفني بسيب لاخويا قد ايه. ربنا يدينا دايما ان احنا نكون وكلاء، وان احنا نفكر ونسهر زي ما المسيح قال: اسهروا وصلوا، وما اقوله لكم اقوله للجميع. اسهروا وصلوا. بطرس الرسول خد نفس الفكره دي في الكاثوليكون النهارده وقال لنا اسهروا، لان ابليس عدوكم يجول مثل اسد زائر، قوموه راسخين في الايمان. اخيرا افكر يا رب ازاي اسهر وصلي، ازاي اقاوم وانا ماسك في الايمان، ازاي اقاوم وانا ماسك في الانجيل. النهارده المزمور كان بيقول لنا: فم الصديق يتلو الحكمه وناموس الرب في قلبه فلا تتعرقل خطواته. خليني يا رب افكر في الحاجات دي كلها مع بعض واكتشف انك اديتني سلطان واني لازم اكون امين عليه، عشان هيجي اليوم اللي انت تسالني فيه، واليوم ده ممكن يحصل بسرعه قوي في اي وقت، وانك تسالني على وكالتي. لالهنا كل مجد وكرامه.